بعد فيلم النصب على الحجاج والمعتمرين وهجوم الجمهور والمتابعين على الفيلم، قرار غريب من تركي آل الشيخ عن فيلم النونو. انتقادات عنيفة واجهها الجمهور لفيلم النونو اللي هيلعب بطولته الفنان أحمد حلمي، واللي قرر المستشار تركي آل الشيخ ينتجه خلال الفترة اللي جاية ضمن مجموعة الأفلام اللي بيدعمها صندوق بيك تايم. فاتهموا حلمي إنه هيسيء لصورة المصريين بسبب لعب شخصية النصاب اللي بينصب على الحجاج والمعتمرين في السعودية. فيا ترى حكاية الفيلم وإيه رد فعل تركي آل الشيخ؟ الموضوع بدأ بتعاون كبير أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ مع الفنانين المصريين علشان يتم إنتاج أفلام متنوعة الفترة اللي جاية، وهيكون أبطالها نجوم كبار زي أحمد عز وكريم عبد العزيز وهنيدي وأحمد فهمي وهشام ماجد وغيرهم كتير من الفنانين. كمان في أفلام قديمة هيتم إعادة إنتاجها بشكل جديد، وأفلام بأفكار جديدة منها فيلم النونو اللي من المفترض يلعب بطولته الفنان أحمد حلمي علشان يرجع للسينما بعد غياب عنها. وبتدور فكرة الفيلم عن نصاب مصري بيسافر السعودية عشان ينصب على الحجاج والمعتمرين بعد ما يفلس ويخلص فلوسه في مصر. اتقابلت الفكرة بهجوم وانتقاد حاد من المتابعين اللي شافوا ان الافلام دي هتشوه صورة المصريين في دول الخليج، وانه ما ينفعش يطلع بدور نصاب وكمان بيسرق الحجاج والمعتمرين. وبدأ يكون في تعليقات بتتهم الفيلم انه بيسيء للمصريين، ده غير الهجوم على حلمي والدعوة لمقاطعته ومقاطعة الفيلم في حال تنفيذه. وده اللي خلى المستشار تركي آل الشيخ وفريق العمل اللي معاه يقرر يتراجع عن الفكرة منعا لسوء الفهم، ونشر بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيه: نظرا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام الفترة اللي فاتت، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام اللي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني. كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المعلن عنها مسبقا طموح المشاهد العربي، والقرار ده تم اتخاذه رغبة في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبين. ملتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. طبعا القرار ده كان بمثابة مفاجأة للمتابعين والجمهور اللي فرحوا بالقرار وحسوا ان صوتهم كان مسموع، وانه اخيرا قرروا يلغوا فكرة الفيلم بعد الهجوم عليها. وقال المتابعين في تعليقاتهم ان تركي تراجع عن انتاج فيلم النونو لأحمد حلمي بنفس صورته السابقة اللي بينصب فيها مصري على السعوديين في الحج. المجد للسوشيال ميديا، تركي آل الشيخ يتراجع عن انتاج فيلم النونو، الحمد لله، مصر فوق الجميع وتحيا مصر. حاليا الجمهور منتظر الإعلان عن فكرة الفيلم الجديدة، فيا ترى هتكون ايه؟